اعلق على المباراه ان شاء الله. يا رب تكون ماتش حلو، ويا رب التعليق يعجبكم، وباذن الله كلنا هننبسط ونقضي سهره كرويه مصريه جميله ان شاء الله. العادات بتاعت حضرتك يا كابتن قبل تعليقك عن القمه؟ قبل التعليق طبعا على القمه بجهز اموري، يعني ما انا مش مبيل شيء حكايه بقى معلومات والكلام ده كله، لكن باكل اكله مظبوطه 100 100، جوزين حمام محترمين عشان اطلع انتع. وبعدين خلي بالكو انا هلعلع مع اللي هيجيب جول. الاهلي جاب، الزمالك جاب، مش قضيتي. هتش يقول لك بقى وشك حلو يا مدحت وشك، لا احنا هنعلق بما يرضي الله وهنلعلع عشان الناس تنبسط مع اللي هيجيب اهداف. وعايزين بكره اهداف حلوه ان شاء الله، ويا ريت تكون كتير. يلا.